بالدرس هذا كيف أعمل كسرات. طبعا هنا في معي خطوط، معي مسطرة، معي ربع، معي نص، طبعاً بخليها على الربع. تمام، كيف أعمل كسرات بجانب بعض؟ قبل ما أخلص الأولى أكون عاملة الثانية جنبها بحيث إنها تلاصق الأولى. شوفي لو بتركزي معي هنا، ركزي معي المنطقة هذه، شوفي هذه اللفة اللي تحت، شوفي كيف قريبة من نهاية نفس الشيء. وما كملهاش للنهاية، أخليها بالنص، أخلي الإبرة بالنص عشان أعرف أعطف اللي بعده. فهمتيني؟ يعني لو ما لو لو خرجتي للنهاية ما بعرفش أعطف العطفة الجديدة. وهكذا. شوفي كيف؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. خليك من هذه البداية، شوفي كيف كل واحدة جنب الثانية. لو جينا قلبنا هكذا، ركزي، كل واحدة، كل نهاية واحدة بداية الجديدة، كل نهاية واحدة بداية اللي بعده، كل نهاية واحدة، شوفي نهاية هذه بداية اللي وراها، نهاية هذه بداية إيش اللي وراها. طبعا تقسي تدربي على هذا الشيء، طبعا تقسي تدربي على هذا الشيء، تفكي وترجعي تعملي زي كذا زي ما أنا بعمل الآن، وترجعي تعملي لك يعني وصل طويلة وتتدربي عليها، تفكيها وترجعي تاني مرة تخيطي. تمام، عيدي الدرس أكثر من مرة عشان توصلي لدرجة الإتقان ودقة الخياطة الصح. تمام، إنما الحاجات اللي تعمل بطريقة كذا يعني عشوائية وسريعة ما يكون فيها دقة، والدليل الجلابيات اللي تنباع في الأسواق. توصلي للنص ترجعي تعملي الجديدة، للنص ترجعي تعملي الجديدة، وهكذا للنص ترجعي تعملي الجديدة. أتمنى الدرس يكون واضح.